السلام عليكم، تحية عليا للإخوان كاملين. شكرا على الدعوة، يعني في إطار هذا الورش اللي دعت ليه جمعية رواد التغيير بعنوان الحماية الرقمية للنشطاء. نجينا اليوم يعني مجموعة ديال النشطاء، الحراك الاجتماعي ديال جرادة، مجموعة ديال المناضلين بين الدعوة جينا نشاركوا في هذا الورشة هذا دعت لي هذه الجمعية مشكورة، يعني في ظل هذا الحصار اللي كيعيشوا الشعب المغربي قاطبة على المستوى ديال الرأي والتعبير عبر وسائل يعني التواصل الاجتماعي أو الإعلام بصفة عامة. يعني جينا باش نوصلوا للرسالة ديالنا ونكتسبوا مجموعة ديال المهارات ومجموعة ديال الحويجات اللي ربما غايبة علينا. تجربة بحكم أننا يعني دزنا في تجربة الاعتقال السياسي وعانينا الأمر ديال أننا تعرضنا للمحاكمات بتهم يعني سوريا بما يسمى بالجريمة الإلكترونية، وحنا ما درناش يعني جرم، كان مجرد تعبير عن آراء عن واقع اللي عشناه حنا كساكنة ديال مدينة جرادة كجزء لا يتجزأ من المعاناة اللي كيعيشها الشعب المغربي. وإذ بأن الدولة المغربية يعني حاكمتنا وتابعتنا بتهم يعني سوريا على حويجات اللي درناهم حنا، اللي من حقنا يعني كيكفلها الدستور والمواثيق الدولية